عايزين بقى نسمع كمان ايه رأي الدين. اوكي، معنا مداخلة هاتفية مع رجل الدين الشيخ ياسر عبد المنعم، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة أخبار الله حضرتك وبركاته، إيه؟ إزاي حضرتك؟ على راسي وتسلم لي، الحمد لله يا رب تكون بخير. وألف مبروك، الله يبارك في وأسأل الله حضرتك عز وتدعي وجل لنا. أن يبارك في حضرتك الله يخليك يا رب، جميع ربنا يا رب. يخليك. أنا عايزة بقى أسأل حضرتك بقى، هل الجواز اللي هما بيعملوه ده اسمه على السنة، والجواز ده حلال؟ نعم، أتكلم؟ اه ولا في تاني، في أسئلة تانية؟ لا هو ده انا عايز اعرف عشان يسمعوا بقى بيعملوا ايه في بناتهم. لا، من ناحية الشرع هو حلال عشان في اشهار. الجواز العرفي إذا اكتمل الأركان فهو صحيح شرعي. ألا وهي الخلو من الموانع الشرعية. يعني إيه الخلو من الموانع الشرعية؟ في خمس أركان للجواز. دي من ناحية الشرعية. أما من ناحية القضائية أو القانون فدي حاجة تانية. أما من ناحية الشرعية، إذا اكتمل أركان الزواج العرفي أركانه فهو صحيح شرعي. إيه هي الأركان بتاعته؟ أولا الخلو من الموانع الشرعية. يعني إيه الخلو من الموانع الشرعية؟ يعني ما اتجوزش أختي، ما اتجوزش عمتي، ما اتجوزش خالتي، من المحارم يعني لما ينفعوش المحارم. أو تكون اتجوز واحدة متجوزة، أو اتجوز واحدة مطلقة ولسه العدة بتاعتها ما خلصتش، أو واحدة جوزها مات والعدة بتاعتها ما انتهتش. يبقى الخلو من الموانع الشرعية دي أول حاجة. تاني حاجة ألا يكون الجواز بالغصب. يعني يكون تحت التهديد، مش غصبنا. إيه تاني يا مولانا؟ يكون في إيجاب ويكون في قبول. تالت حاجة إن يكون في اتنين شهود عدل. رابع حاجة إن يكون في مهر، لابد أن يكون هناك مهر متفق عليه. خامس حاجة أن يكون هناك الولي، وإن كان سيدي أبو حنيفة لا يشترط الولي إذا كانت البنت بالغة، يعني عندها 21 سنة. أو سيد، أي تجوزت قبل كده. جواز تقدر تجوز كامل الأركان. بهذه الأركان يكون الجواز. أنا بسألك بس على حاجة يا مولانا، حاجة صغيرة. حتى لو الجواز ما بيضمنش حق الزوجة، ده حاجة تانية. يبقى أنا بس، هو ده السؤال بقى، هل ده حلال ربنا ونعمل كده في عيالنا؟ لا طبعا، التجربه والواقع والمشاكل اللي بتجي لنا، انا بيجي لي مشاكل بهذه. بنرخص عيالنا للدرجه دي وبنقول ان احنا يا جماعه بنسطرهم وبنعمل شرع ربنا؟ بص اقول لك على حاجه، اوله امضاء ونهايته ضياع. شكرا، انا بشكر حضرتك جدا. انا كفايه عليا دي، انا كفايه عليا دي، انا بشكرك يا مولانا، نورتني وتسلم لي وعلى راسي. ضياع، بس احنا بنحاول نلم عشان احنا هنا في قصة حقيقية.